البطاطا الحلوة كتير مفيدة، خلينا نعمل توست البطاطا الحلوة. المكونات: بيض، ليمون، أفوكادو، بطاطا حلوة، زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، طماطم مجففة، بصل أحمر. أولاً نبدأ بدق الفلفل والملح بالهاون لحتى نحصل على مسحوق ناعم غني بالنكهة. بهذا الشكل منقطع البصل الأحمر قطع صغيرة كتير. إحنا استخدمنا البصل الأحمر لأنه لونه مميز مع الأفوكادو لما ينهرس، وكمان طعمته مميزة. منقطع البندورة المجففة قطع صغيرة. منقطع حبة الأفوكادو من النص. ومنشيل البذرة بهذا الشكل، ومنفصل اللب عن القشرة بالملعقة، وهيك منحصل على اللب كامل. الأفوكادو كتير مفيد، ممكن ينعمل بطرق كتيرة. منقطع الأفوكادو مكعبات. في وصفتنا رح نضيف على الأفوكادو البصل والبندورة المجففة، طبعاً مع الملح والليمون، بس ممكن ينضاف الثوم بدل البصل أو خضار طازة بدل البندورة المجففة، وممكن ينعمل سلطة أو مع البيض أو حتى مشروب بارد مع الحليب. طرق كتيرة بتقدروا تتفننوا فيها. منحط قطع الأفوكادو في المحضرة مع رشة ملح ورشة زيت زيتون وعصرة ليمون، ومنخلطهم لنحصل على هريس الأفوكادو. تمام، مننزل خليط الأفوكادو في زبدية، ومنضيف عليهم البصل الأحمر والبندورة المجففة، ومنحركهم. تمام، منقطع حبة البطاطا الحلوة شرايح بالطول، ويكون سمك الشريحة تقريباً سنتي. منحط شرايح البطاطا على ورق الزبدة في صينية الخبز، ومنرشهم بالملح والفلفل، وكمان رشة من زيت الزيتون. على الفرن لنشويهم. هلا منضيف الملح للماء المغلي، ومنكسر فيه البيض، ولما يجمد البياض منطلع حبات البيض ومنصفيهم من المي. ناخد شرايح البطاطا اللي شويناها، ومنضيف هريس الأفوكادو. منحط القطع بصحن مفرود، ومنحط فوق الهريس البيض المسلوق، ومنزين الطبق بالطريقة اللي بتناسبنا، ومنرش فلفل وملح. الحقيقة بتشهي. وصحة وهنا وبالعافية.
خلينا نعمل فطائر، وهذه المرة فطائر محلى بزبدة الفول السوداني. المكونات: فول سوداني، بيض، زبدة، حليب كامل الدسم، طحين، ملح، صلصة تزيين، شراب القيقب، توت، مسحوق الخبيز أو البيكنج باودر، سكر. في المحضرة بنحط حبات الفول السوداني الني وبنطحنهم. بس ينطحنوا بنضيف رشة ملح وسكر وزبدة ومنرجع نطحنهم مرة تانية. وهيك بتكون النتيجة. نكسر بيضة في زبدية ومنخفقها بالشوكة. منضيف لها السكر ورشة ملح صغيرة ومنصب عليها الحليب ومنحرك. منضيف الطحين والبيكنج باودر ومنحرك المزيج منيح لتتجانس المكونات. منحط الزبدة في المقلاي ومنبدأ نقلي العجين على شكل أقراص صغيرة. ونستمر لحتى تنتهي الكمية. بس يتحمر الوجه الأول منقلب على الوجه الثاني لياخذ اللون المطلوب. وبعد ما انتهينا نقطع حبات التوت من النص ونضعها في زبدية. ومنضيف لها شراب القيقب، وهو نفسه اللي منستعمله مع البانكيك. لو مو متوفر عندنا شراب القيقب ممكن نستخدم العسل. ومنحرك. مندهن طبق التقديم بأي صوص تزيين، ممكن شوكولاتة سائلة، ممكن كراميل، ممكن دبس العنب أو تمر، يعني اللي متوفر عنا. هلأ منرتب الفطائر بشكل جميل. منحط عليها زبدة الفول السوداني اللي حضرناها. ممكن نستخدم زبدة الفول السوداني الجاهزة كمان. منضيف حبات التوت مع شراب القيقب فوق الفطائر ومنزين طبقنا بالفواكه وورق النعناع مع رشة من السكر المطحون. انتوا معي انها تحلاية بسيطة ومغذية؟ بالهنا والشفاء. خلينا نجرب أكل كتير زاكي رح تحبوها، وهي الكيش المكسيكي. المكونات: لحم العجل المقدد، كزبرة خضراء، حليب، بيض، خبز تورتيلا أو خبز عربي، بصل، ذرة معلبة، جبن صلب، جبن كريمي، بابريكا، ملح، فلفل، زيتون، طماطم، فلفل حار، فلفل حلو.
اليوم رح نعمل كيش لكن بطريقة مختلفة. الكيش أصلاً هو فرنسي، لكن اليوم رح نعمله بطريقة مكسيكية. قطعنا البصل مكعبات صغيرة، وهلأ منقطع الفلفل الحلو مكعبات كمان. وبنفس الطريقة منقطع البندورة مكعبات. وطبعاً لأنه طبقنا مكسيكي، إيش منضيف له؟ لازم يكون فيه فلفل، فبنقطعه. ومنقطع لحم العجل المقدد. ومنفرم الكزبرة. ومنقطع الزيتون الأسود، أو ممكن نجيبه مقطعه جاهز. نكسر البيضة ومنفصل الصفار عن البياض. ندهن قالب متحرك الجوانب بالزيت. منجيب رغيف خبز عربي أو خبز تورتيلا اللي بدكم إياه، ومنقطع الجوانب زي ما في الصورة، ومنحطه في القالب، ومندهنه بصفار البيض. مندق الفلفل الأسود مع الملح لحتى ينعم. وفي طبق نضع الجبن الكريمي، ومنضيف عليه الفلفل الحار المقطع والملح والفلفل والذرة والحليب، ومنحركهم منيح. منجيب مقلاية نحط فيها زيت، ومنحمر اللحم المقدد، ومنضيف البصل والفليفلة الحلوة والبندورة والزيتون، ومنرش عليهم بابريكا، ومنقلب لحتى يدبل، وملح وفلفل. منبشر الجبنة بشرة ناعمة. في القالب المتحرك الجوانب بنوزع خليط اللحم والخضار فوق الخبز، ومنصب فوقهم خليط الجبنة والحليب والكزبرة. منسوي جوانب الخبز زي ما هو ظاهر بالشاشة. آخر شي منرش الجبنة المبشورة، ومنخبز الصينية بالفرن. طبعاً ما رح تاخد وقت بالخبز لأنه الخبز أصلاً جاهز. هذا الطبق ممكن نجهزه بالليل ونخليه بالتلاجة، ونخبزه الصبح للفطور أو قبل الفجر للسحور في رمضان. وصحتين وعافية. رح نعمل المزيد من الحلويات. حلى الموز بجبنة القريش. المكونات: كريمة حامضية، سميد، جبنة قريش، بيض، توت، نعنع، عصير ليمون، جوز عين جمل، موز.
مسحوق الفانيلا، مسحوق الخبيز، بيكنج باودر، عسل وزبيب. بنبدأ بالموز، رح نقشره ورح نقطعه. لازم لما نختار الموز يكون مستوي وجامد مو طري. بناخد قشرة رفيعة من الليمون ومنفرمها فرمة ناعمة كتير، أو ممكن نبشر القشرة بمبشرة ناعمة. هلأ منفرم المكسرات. إحنا اخترنا الجوز، بس أنتم ممكن تستخدموا أي مكسرات متوفرة عندكم. منكسر البيضة في وعاء عميق، منضيف السكر ورشة صغيرة من الملح والفانيلا والبيكنج باودر ومنحرك. منضيف الكريمة الحامضية مع التحريك المستمر. ومنضيف جبنة القريش ومنخلط المكونات بالخلاط اليدوي، لأنه ما بدنا يضل كتل من الجبنة في الخليط، بدنا المزيج يكون متجانس تماماً. هلأ منضيف السميد على المزيج ومنحرك ومننزل زيت فوق الخليط ومننزل عليهم الزبيب والجوز المفروم وبشر الليمون وقطع الموز ومنحركهم. منجيب قالب متحرك الجوانب ومندهنه بالزيت من كل الجوانب. منرشه بالسميد ومنصب الخليط اللي جهزناه في القالب. ومنسوي السطح وعلى الفرن لينخبز. هلأ صار جاهز. منشيل جوانب القالب ومنطلع حلى الموز من القالب ومنقطعها. منرتب القطع في طبق التقديم ومنزين بأوراق النعناع وحبات التوت ومنرش عليهم عسل ورشة من السكر المطحون. تحلاية خفيفة وبسيطة بأي وقت، أو ممكن بعد الإفطار في رمضان. وألف صحة وهنا. الطبق اللي رح نقدمه طبق مالح وهو انشيلادا. المكونات: كريمة حامضية، لانشون لحم العجل، خبز عربي أو تورتيلا، بيض، ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، بصل أخضر، جبنة شيدر وبطاطا، زيت زيتون، بابريكا، بصل، كاتشب وبقدونس. منبدأ بتقطيع لانشون لحم العجل شرايح رفيعة، أو ممكن نستخدم أي نوع تاني من اللحوم الباردة.
بعدين منقطع الشرايح زي ما هو مبين عندكم عشان نحصل على قطع كتير رفيعة. منفرم البصل الأبيض فرمة ناعمة. ومنقطع البطاطا. رح نقطعها لعيدان رفيعة كتير. ومنقطع البصل الأخضر قطع صغيرة. ومنفرم أوراق البقدونس. مندق الملح والبهارات بالهاون. احنا استخدمنا فلفل أسود وكركم، وانتو استخدموا اللي بتشوفوه مناسب. تمام، منصوب بشوية زيت بالقلاية ومننزل عليهم نص كمية البصل الأبيض ومندبله. مننزل عليه اللانشون ومنحرك ومنستمر بالتقليب. بعدين منرفعهم عن النار. هلأ منبشر جبنة التشيدر بشرة ناعمة. في وعاء عميق بنحط البصل واللانشون وعيدان البطاطا وبقية البصل المفروم وجبنة التشيدر، ومنكسر عليهم بيضة، ومنضيف البصل الأخضر، ومنقلب المكونات مع بعض. هيك منكون جهزنا حشوة الأنشيلادا. في زبدية منحط الكريمة الحامضية والكاتشب والبابريكا ورشة من الملح والبهارات وشوية من البصل الأخضر المفروم، ومنحركهم. منجيب خبز التورتيلا أو الخبز العربي، بس الأفضل تورتيلا، ومنقطعه أرباع. منحشي أرباع الخبز بالحشوة اللي جهزناها. ومنلفها رولات. منرص الرولات حتى نخبزها. ومنوزع فوق الرولات صلصة الكريمة الحامضية والكاتشب، ومنرشها بالجبنة، ومندخلها على الفرن. منزينها هلأ بالبقدونس المفروم. انشيلادا طبق مكسيكي، وبتم حشو خبز التورتيلا بحشوات مختلفة، يعني فيكم تتفننوا بحشواته، وبنخبز مع صوص وجبنة. لذيذ، وألف صحة وهنا.